السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايب لكم ايرفونز 2 بيسك من شاومي، هنفتحها ونشوف مواصفاتها ايه وهي افضل ولا الايربودز اللي انا عملت عنها ريفيو قبل كده، هسيبه لكم في صندوق الوصف. نفتح كده ونتوكل على الله على طول. طبعا ده المنظر العام، السماعتين بره العلبة، وده الكابل تايب سي، السماعات زي ما انتم شايفين تصميم يعني لطيف. طبعا الطول ده كله تبرير ان دي بطاريه المفروض ان هو بيدي وقت اطول، والتانيه طبعا نفس القصه. ودي العلبه، تصميمها يعني تقليدي الى حد ما. السماعات تتحط كده على وشها، طبعا في فرق بين اليمين والشمال. المفروض العلبه بالسماعات بتديك وقت 20 ساعه من الاستهلاك، حوالي 5 ساعات من الاستماع للصوت او القران لمده 5 ساعات بارتفاع صوت متوسط، مكالمات 3 ساعات، في نويز كانسليشن او الغاء للضوضاء. دي اسمها ايرفونز. التانيين اللي هم الصغيرين دول بيبقى اسمهم ايربادز. كل اذن ليها تشكيل معين. انا اعرف ناس دي ما بتركبش في ودنهم اصلا، وناس تانيين الايربادز مستحيل تثبت في ودنهم، لازم دي فقط. فالموضوع له علاقه وطيده بالتركيب او شكل الاذن لكل شخص، فحسب ما انت بترتاح هتستخدم الافضل ليك. نرجع لمواصفات السماعات دي. السماعات دي هنلاقي ان في مكان للتاتش هنا، هتلاقوا ان هو يعني محفور كده شويه مميز، ده التاتش بتاعه، والحساسيه بتاعته عاليه جدا وكويس، لكن مفيش فيه وظائف كتير. يعني وظيفه السماعه اليمين ضغطتين بيوقف التراك وضغطتين بيشغله تاني، السماعه الشمال نفس القصه ضغطتين برضو، وهو يعني ده الدور الوحيد للتاتش في السماعات دي، لكن الوظيفه هنا مختلفه، بيشغل المساعد الصوتي بتاع الموبايل بتاعك عشان تديله اوامر. الصوت بتاع السماعات دي كويس جدا، النويز كانسليشن، الضوضاء، تفاصيل الصوت واضحه في المكالمات عشان الميكروفون في النويز كانسليشن او عزل الضوضاء، الصوت كويس جدا حتى لو في ضوضاء لسه صوتك مسموع على الطرف الاخر. الصوت بتاع الطرف الاخر طبعا واضح بشكل كبير، بشكل جيد جدا، افضل من الايربادز اللي احنا كنا جربناها قبل كده. فالسماعه بشكل عام تقييمها يعني بالنسبه لي جيد جدا. خلينا نربط السماعات على الموبايل. هنفتح البلوتوث، نطلع السماعات عشان تطلع اشاره. بدون ما نعمل سيرش هنلاحظ ان الموبايل شاف السماعات، نضغط على السماعات دي ونعمل بيرنج، نربطهم يعني ونقول له بير. سمعت الصوت هنا، ادى اشاره كده نغمه تيريريرم، معناه انه ربط خلاص كده. السماعات اتربطت. خلينا نجرب كده السماعات. الصوت نقي وجميل جدا وعالي بشكل شديد. يعني انا بحب الصوت العالي بشكل عام، لكن ما اقدرش اوصل للحد الاقصى في السماعه دي الحقيقه. الصوت صعب جدا، رغم ان انا بسمع يعني عالي جدا، رغم ان انا بسمع القران هنا بصوت منخفض، يعني صوت القارئ نفسه منخفض مش الشيخ عبد الباسط مثلا يعني. فالصوت جميل. كمان عايز اقول لكم حاجه، ان في هنا سنسورز، لو لاحظتوا لما انا شلتها من ودني السماعه قفلت. بصوا السماعه شغاله دلوقتي، مجرد ما بشيلها الصوت وقف. السنسور اللي موجود هنا مجرد ما بيبعد عن الود الصوت بيقفل اوتوماتيك. بصوا الصوت بيرجع تاني بدون ما المس اي حاجه. وطبعا زي ما قلت لكم ضغطتين على التاتش هنا يقف الصوت، ضغطتين يشتغل الصوت، ضغطتين يقف الصوت. نضغط هنا مرتين بيشغل لنا الاسيستنت او المساعد بتاع الموبايل زي ما انتم شايفين.
تقييم السماعة بشكل عام جيد جدا، السماعة كويسة، جودتها لطيفة، تصميمها يعني لحد ما أنا مش من المحبين قوي للتصميم بتاع السماعات دي، أنا بحب الإيربادز خصوصا إن ليها أطراف جلدية هنا بتكون أسهل على ودني أنا شخصيا، لكن أنا عارف يعني أنا أعرف حد مستحيل الإيربادز تدخل في ودنه. التكلفة بتاعت السماعة أو سعرها إلى حد ما مناسب، في حدود 600 ليرة في تركيا، في مصر مش عارف الحقيقة، ما لقيتش نفس الموديل بالظبط، لكن في حدود 1000 ونص 2000 يعني القريبة منها في على جوميا، ما شفتش نفس الموديل يعني، شفت العلبة مختلفة شوية، السماعة بتنزل من فوق يعني، ممكن يكون موديل مختلف شوية، في حدود 1000 ونص 2000 جنيه يعني، إلى حد ما السعر مناسب، خصوصا إن الأكسسوارز أو الأكسسوارات بتاعت شاومي يعني في الغالب فيها مميزات كتير وجودتها عالية بالمقارنة بالمنتجات التانية. لو عندكم اي سؤال سيبوه لي في التعليقات، وان شاء الله سيب لكم لينكات للسماعه على امازون وعلى اكسبريس وفي مصر وفي تركيا في صندوق الوصف، لو لقيت السماعه نفسها في مصر سوق او جوميا. لا تنسونا من الدعاء، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله.